خلينا نروح لاتصال ايضا الان ومناشده جديده نشوف مين معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك رافت شكر والد الطفل المخطوف. والد طفل مين؟ والد الضايع المخطوف. ابنك ابنك ضايع؟ اه ضايع. وين كيف؟ مفقود 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 مفقود. اه مش دايم بالاعصاب شويه يعني. الله يكون بالعون. ايه ايش موضوعه؟ وين فقد؟ سكان وين انتم؟ قديش عمره؟ احنا تل السلطان مخيم بدر، بقى الولد يلعب هذا بالبيت. وين؟ معلش، تل السلطان رفح يعني؟ ها صحيح، رفح تل السلطان مخيم بدر. طيب بقى يلعب الولد هذا بالبيت. اه فقدنا، دور دور ما لقناهوش، توجهت للمسجد اللي عندنا في المنطقة، ورحت على مسجد ثاني برضه في منطقة ثانية ساعد، بعدين توجهت للشرطة. ايوه هذا كلام. وقتش حصل؟ يوم الاثنين المغرب. اول امبارح. طيب طب ما لقيته من اول امبارح لغايه الان ما لقيتهوش؟ لا والله انا عندي الشرطه كمان. انا قديش عمره؟ عمره 2 و4 شهور. بيتكلم؟ بيتكلم. يعني بيعرف اسمه، ابوه وين ساكن؟ بقول السلطان مخيم بدر، السلطان زي هيك. طيب ايش كان لابس؟ كان لابس بنطلون كحلي وبلوزه بني. طيب ودورتوا عليه كويس؟ مثلا قرايبكم، جماعتكم، اهلكم، بناتك، خواتك؟ الشارع اللي دورنا عليه. طب السطح تبعكم فوق؟ معلش معلش، اللي هو موضوع خزانات الميه والامور هذه حواليها، فقدتوا فتشتوا؟ دورت خزانات الميه وفي البرميل وعزك حين ما لقيتوش، ورا الدار وهيك وفي الخزانات وفي الجرارات. طب منطقه تخطر على بالك الا فتشت فيها. طب مثلا صار قبل كده انه طلع وتاخر وبعدين رجع؟ لا اول مره تصير. بلغتوا يعني الشرطه الان والشرطه بتدور معاكو؟ صحيح. والله الشرطه معي من حيث الحدث. طب مش ممكن يروح باتجاه الحدود مثلا؟ لا بعيد، انا ساكن على الحدود. المصرية بقصد. لا بعيد عن الحدود، هذا 2 و4 شهور. لا بعيد عن الحدود. طب رحتوا اتجاه البحر ولا برضه بعيدة؟ يعني قصدك دورنا؟ ايوه والله شباب المباحث اللي دورت. طب بلغتوا المستشفيات برضه الصحة عنكو؟ تعممت المباحث على المستشفيات، ولحتى الان المباحث شغال يعني، ما قعدوش الشباب، حرام يعني، بس لسه ما بينش شيء. ما خلوش حاجة اللي دوروا فيها وسألوا فيها وهيك وهيك يعني، ما قصروش صراحة يعني. أيوة. طب وأنا حتى أولاد حارتي وشباب المنطقة برضو ما قصروش. يعني ما خليناش عن جهدنا عن جهد يعني، عملنا اللازم والزيادة. إيش إنه نوصل لشيء ما لسه لحتى الآن ما صارش. شو ترتيبه هو عندك؟ نمرة 8. هو أجاني بعد 7 بنات. ما شاء الله. عندك 7 بنات وهو الولد الوحيد يعني؟ لا اجاني كمان ولد بعده. محمود ومحمد عندي. اللهم صل على سيدنا محمد. يا سيدي ربنا يطمنك ان شاء الله. اعطينا رقم جوالك على الهواء، احكي اذا حدا شافه بسمع عنه اي حاجه ممكن يتواصل معك ان شاء الله المستمعين. ماشي بدك رقم جوالي؟ تفضل اعطينا اياه. 0599. ايوه 498. ايوه 5. قد ايه؟ 522. يا سيدي ربنا يطمنك عليه ان شاء الله، وبتلاقيه ان شاء الله، ان شاء الله بتلاقوه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ربنا كريم. اي خدمه. بارك الله فيك وتحياتي لك، والله يطمنكم والله يكون بالعون. تفضلوا. هي عمره 2.5 والولد ضايع.